رسمي حتى الآن ما في أي معلومة، لم يتلقى نادي التعاون أي شيء، ما بلغوا أي شيء من هذا الأمر. النقطة الثانية، الأستاذ محمد القاسم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون يقول أنا ما حد بلغني، ما حد استشارنا، المباراة نقلت، في كلام عن نقلها وإحنا ما نعلم. طلبت أن يكون. ومن بريدة عبر الهاتف يلتحق بنا محمد القاسم رئيس نادي التعاون. سيد القاسم أهلا بك معنا، شكرا لك. أريد أن أسأل، هل تم الاتصال بك اليوم لأخذ موافقتك أو أمس لأخذ موافقتك بنقل المباراة من بريدة للرياض؟ أول شيء صباح الخير أخي بتار، صباح عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أول شيء ماهية الاتصال أخي بتار، يجب أن نحدد من المتصل عليه. نتكلم عن أشقاء نادي النصر، إحنا من أسبوع إحنا بيننا وبينهم مخاطبات واتصالات.